أرجع كلام مهم كاي وحويان المها مركي تربية ذي أخلاق ذي ترلاجها الله أيوة ولا ليال إن أوجاتان أو كدي داشان المها إن لجبت باديو وحيالها وسائل الإعلام كا سوشيال ميديا وهدا مدأ ودمنا هي نلشو ده هي أفلام تاعي فير سنة يان هي وحيالها مسلسلات كا هي كوا كرتون نظف داونا هي هي دش كجوري كسارن وحاس أيكون مشغول سيهين وحلق أي كده فرين وهبين هراء أي كده فرين وصاع لبضن أي كتيران وباب إنا ينلشو ده وين الإله يقبض بغضاء هذا كإلال إسكسي دي سيد وفرها كقادد وحاد متيسان إيسا عقاب الدوية اللفتية وحاد متيسان إيسا تعزير أيام متيسان إيسا شرعية وكي الشيخ السلام من تيمية قفكي المه إلهي أسيي فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير ويعزر تعزيرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله قفك إلهي أولاد أسيي وأن صلاة أمر أبها سوى التعزير يا وأن العقاب يا محايا لألي رسول وعاسي هذه المه إسكسي ديس المرك أيولا يا علامة ابن القيم أولاد هذه أكتكتت وإسكسي ديس فقد أساء غاية الإساءة والحمية أبهاس المهاس حمين ماشي قدام بيسي أي المها قاعد حمس وأكثر الأولاد إنما جاء فساده من قبل الآباء عرور تبدن كذا إن حمادان وحكت مادة لنع أبيال كي كت مادة هي إهمال أنت إهمالنا يا مرك المهي مرك أبيال أي ضيعان فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبار مركو يراو ضيعمي مركو سوينا ذي نفتي سنة وحما تركره وواقف ضيعمي والدك دلي وكسوغا هاي إنو حوق النقضه ووحق قبطه وحنانيه وكور قبنا وضيع نفتي سنة وضيع والدك سنة وضيع وحين كبل لعبتي آباها وإسك إهمالي oo aan dan ka gelin ilmaha saqiirka ah oo faraha ka qaaday oo sii daayay cunada loogu roonaada labiska loogu roonaada maadiga loogu didaala inay bartaan laakiin xaqiiqada dhabta ah meesha ribxiga iyo faa'idadu ay ku jirto oo salaaxooda adduunyo aakhiraba qaybta koobaad ka ah waa in ilmahan la baro ilaahayga abuuray subhana wa ta'ala wa in la baro kalaamullah wa kalaam rasuulillah وإن لبرا حلال يا حرام وإن لبرا حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لبرا حق الوالدين وإن لبرا حق الجار حق المسلمين حقوق داس مركو عنق يقانه وإنت لبره أيوه النقنة يقف إلى علي أيوه النقنة لكن هدي اللي إسكسي دايوه لبعت هذا ما أنت تعالى أي علمه قيب كان نقنيان أيوه غير ير أي دروغة دبرنا أيان أي جو يدير بفساد أيان إعلان كمرك واحد قريها يا الله وما أنت بدن أو بدن أو بدن أو فساد آه المه أي كدة وانا أيان وحالك يا بعدو هنا إسلام هاي عيالك يوفي عين حياله وعد ياه كده جيستان قرآن كي كده جيستان ساسا وقط لك علي أنو لقد كفهم هيان وكبرنا هيان برنامج في عم بقصو حري أنت أدايري لكن حقيقة السلا متى؟ مثلاً وكأجا قوم بديهين، مركو جوريج سوقل يا أبوه، وحيقول شعلة إنه مغلق، إن لقيت دقي السنة يوم بسعرن. لكن قول كمركو قال حراضه، وحلو سوق علينا هي شقدي كسوق عتي أو لقيت داون يا لقو سوق علينا. مركو بحنا شقدي بالقوة ده هي. مركع سوق المودة هي هدو سيق قال أصاب بحي قرآن أو مغلة هي قرآن كاس إنه تهي الليل والنهارن واحد دقيست. لكن حقيقة دبتها وحي تهي المه أيوة ما أنت قدم في السنة هي هل مر هدو صوق قال حوجا وعدي آه مر كاسم ويكجد بينها هيان وين إسكت جد بينها هيان وما أنا هيان مسكح يكون لجيستان هي رغبة نيدو دا ما هو هيان وحن يدو دو أي تهي كرتون مدي يفيلم مدي السعودي أي مسلسلات كأها يوحيا لها سيا قاربا أنا كسي في هي وح كسي اللي ته دو مرقا قاون هي أخلاق حمكلة أو فربنا ساعدة بضم أي دعوة ورن آذان كهين بالغيابة قلبي قوذي بأمدو بادي
indhahoodii baa damay oo nuurkii ka tagay xumaan oo dhan baa dhagahoodu ay dhageysteen warna kama haysid ninka lacagta bixinahaya shahriyan oo bil kasta lacagta ka bixinahaya oo hadduu ka xumaado u soo samaynayana waa adiga ninka ilmaha toogtay oo dilayna waa adiga nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam ma min abdin yastarciihi llahu raciyatan yamuutu yowma yamuutu wahuwa ghaashun liraciyatihi ilaa xarama allahu calayhi ljanna qof ilaahay mas-uul ka dhigay ma jiroo raaciyey raaciye ka dhigay dhimanaya maalinta uu dhimanahayo isagoo dayacay dadkii la raaciyey ilaa ilaahay jannadiisu ka xarima oo jannada ilaahay baad ku waayeysa kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih qof kasta waa raaciye mas-uuliyad baana ka saaran wixii la raaciyey qodobka kaloo muhimka ah waxa weeyaan ilmaha yaryarka ah in laga dheereeyo muxaramaadka waxyaalaha xaaraamta ah iyo waxyaalaha dembiga ah oo lagala dagaalamo bacdul aabaa walummahaat hooyooyinka qaar ka mid ah iyo aabbayaalka qaar ka mid waxay leeyihiin waa saqiire hadduu hees dhagaysanahay iyo hadduu xumaan fiirsanahay iyo hadduu been sheegahay iyo hadduu caytamahay iyo hadday gabadhu iska mara aysa maraba xirnayn waxaa markii le waxaa ma la hadasha saatan ma fiicna leeyo waxaa lagu leeyahay waa saqiire dembiba loo qori mahaye maxaad ka rabtaa taasina waxay khilaafsan tahay dhaqankii nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi wa aalihi wasalam waxaana daliil u ah xadiidka saxiixa ah nebiga wiilkii yarka ahaa ee saqiirka ahaa ee xasan ibnu cali ibni abi aalib ee gabadhiisu ay dhashay ee awowaha u ahaa isagoo aan gaarin inuu xataa fahmo khitaabka nebigu ku leeyahay ayuu maalin maalmaha ka mida xabaddii timirta ahayd ee sadaqada ahayd ee uu soo qaato afka la aaday ayaa nebigu hadlay sal alay wasalam markuu yidhi kakhin uf uf bay la mid tah adoo yidhi oo kale waxaana waa wax xun adoo u tusaysa markaasaa nebigu yidhi amaa shacarta annaa laa na'kulu sadaqa lafdiga kale amaa calimta annaa laa na'kulu sadaqa miyaadan ogeyn inaanan sadaqada cunin wuxuu nebigu ka reebahayaa ilmaha saqiirka ah ee qaangaar aan u dhowaanin xabad timiroho uu qaaday ilain sadaqadu nebiga iyo aalkiisa waa ka xaaraam xasanna wuxuu ka mid yahay aalkii nebiga markaasaa nebigu sal alay wasalam wuxuu yidhi isagoo ka reebahaya kelimadaa zajriga ah oo la macnaha ah uf uf oo kale miyaadan ogeyn inaysan noox bannaanayn sadaqadu nebigu wuxuu la hadlayaa khitaabka ilmahan uu kula hadlayo qofka mumayiska oo weelayn kara ayuu kula hadlayaa ilmaha yarkaana waxaa lagu tarabiyeynayaa waxa inay xun yihiin baa lagu tarabiyeynaya marka ilmahaaga ha ku fiirsanin in waxa weeyaan intay khalad ku jiraan oo been sheegayaan oo wax soo xadahayaan oo khiyaano samaynahayaan oo ay waxun ku hadlahayaan inaad tidaahdi waa saqiir dembiba loo qori mahayo waa nasiib darro aada u weyn weyn taas aad iyo aad waana iskaga ilaalisaa waxaa ka mid ah tarabiyada ilaa waxaan ka hadlaynaa nasaa'ixda qaybtii labaad oo ah awlaadda in lagu didaalo waxaa ka mid ah ilmahaaga inaad ka dheeraysid oo ka fogaysid rufaqaa usuu saaxiibada xunxun ilmuhu saaxiibay leeyihiin daris bay leeyihiin iskuulkay la joogaan dariiqay la joogaan banoonigay la dheelahayaan meelo badan bay la marahayaan inaad kala didaashid oo ka ilaalisid saaxiibada xunxun nebigu waa ka yidhi sala allahu calayhi wasalam almar'u calaa diini khaliili falyandur axadukum man yukhaalil qofku wuxuu ku sugan yahay diinta walaalkiis saaxiibkiisa diinkiisa ayuu ku sugan yahay ee qofku ha iska fiiriyo cidduu la saaxiibayo waxaa laga yaabaa adigu waad didaalaysaa laakiin dalool baa kaa maqan cidda uu wiilkaagu saaxiibka la yahay gabadhaadu ay gabdhaha ay saaxiibada la tahay ma gabdho fiican baa ma wiilal fiican baa mase waa kuwo waxa adigu aad la rabti waxaan ahayn la raba waxa aad u sheegaysay waxaan ahayn u sheegahaya waxa aad ka doonaysay waxaan ahayn ka doonahaya miya in badan waxay ku sugan yihiin
هذه جرجود في عينها طريقة يا إسكولك يا صاحب الحن أيات شيته هذا مرك الدبج شلعنه جاجا عدة وصاحب هذا ليها وحب ضمبت كأغاني سحالته ما وحي صاحب ليها ويل مرك صلاة الله عقمه مساجد كأرنا يا سؤاد قبر هذا ما وحي صاحب لطهي قبر محجبات أو إلهي قول كي صبرنا إسا أو أخلاقه وناسن فافينا إسا وناسن لي صاحب لطهي ما سميت عكس جري صاحب لطه وحلاقي يا باويل كاجا إن هذا كوجين دراجة إنه عنا لكن صاحب هذا حندرتود شلا يدر هذا لبري أسبوعي هرا لبري ترتتيب لبري ما أنت ضمبة أو نقدانين دراجة استعمال حلاقي يا با إنه واحد فيرسن كرين أوسن أقوني واحد إنه ضاوضة لكن ويل شكل تيك حيان ما لحن حن أي جيان أي سرادة ضافيان وحن أي داوسيان أو حس أو ضاوضة هذا وتنا واحد ما أولقب صدق وين هاد أقعدت عدة علمها وأي صاحب كلي ومسؤولية صاحب كفاية عن وناجو شيء ديا صاحب كحنا وحويا وحوك حينا يا أوفقينا يا علمها وحوفقينا يا ماش حب أوفقينا يا ولذلك أدي اللفت يا غفير هذا لصاحب تدقفهم يقفهم يقفهم وعلى أركيسة مدك بعدي أصدق الصامين كويش أي أركيسة وأديك وين أو إسئلة لنا هي أي أركيسة حاول ما لنا سائل ما هي يركع أو هب الضبيش لنا عروح حيصه أو وح ويان ما أنت وح أركب بس كوسا مبين أري خطر أو خطر وين هذه درس كحون يهين وينك جورته وإلما هذا ملك الدين كوي حسا درس حون هدي يهين أخلاقه ما برا هي وينك جورته ملك الوي حسا نبان كو أركع عيل دارات وحير جوري درس بان لوا كجوري وين ويلي رشان سنة لحسنة كلا درس كوه حي هذا قاله markay ducaysanayaan ilmo yar yar oo ducaysana iskuulka loogu soo dhigay ciise inay ilaah ka dhigan ay baryahayaan u yeeranahayaan wixii buu ku arkay markaas waxa halkii cunugii dhalla ahaa oo markuu ducaynahayo saas oranahay oo isbedelahay oo wixii ay ciyaalka uu ka soo arkay gaalada ah ee dariska la ah tabti sameeynahay aba guuray oo ka rabeen khatar cabimo wax khatar wey markaa weyn aad iyo aad arinta iyadaana lagu dadaala arinka kale oo muhiim ka ah waxa weeyaan walaalayaal oo aad iyo aad muhiim ka u ah aabuhu inuu noqdo mid ilmahiisa rafiiq u ah oo u jilicsan nabigu waxa uu yiri sallallahu alayhi wasallam in ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana wala yunza'u min shay'in illa shana rifqiga iyo dulqaadka يا دمرنتا شيء هدي لقى دحرة وقرحية هدي لقى ويا عنف اللي جب بدلنا وفرح ماذا المها جو مراحل بيتشوجان مرحلة الأولى ومد دايرتا عن أنا نسيت وأكرباش يسيت مرحلة كلو صام مري مرحلة ذا كلو أنا عقليت كلا يا قاب كلو أراد قنتا مرحلة كلو صام مري وولا تشي بدن إنك دحرة وحن أركي هذا كهر أدو وفرحي أبي ويلشي سيس لا صعدة وأم ديسي أشكي سنة يان وحقت إسكوجو ورما هيان إن يهين صاحبه جناسي أكد حيو أكله أما وح برشة أكد حي ساكله سيدا إسكوج كل سو يهين وأول الصعدان وويلك وحو تعليا مر والبع أبا ما يشوف فريستين وفريستو إنه لا شكي استو تعليا أباها أي طبيعة قصة ما يصنع لكن هدي أترى هدي مركو كوي ماله صعق نقع حقتك ركب إلى تشوجي دكانك كعيرسي مساجد كذا سؤال هذا ضنك لهاي هذا شاه لعب هذا لفر يسنين هذا أخبارته هذا كورا يسنين ويلك هو سحر هيا مر الله مركو أركو آب ونحيا وحنا تعلان لها آب إنه مقيها صاحب هذا مركو أورا ما هي وقلب فرنسي نهيا أيها مركو صاحب هذا أيها كشبة هيا وح الله وحي ربا كشبة هيا لكن أديك وح كاس على حق هذا أوامر قوان آه أو كليل آه أو أربتيد مركي أو يرى إلى مركو نوين يهي إسكو سئنا دو أمرتي أربتيد أياد كسو فرض ياش مروال بمركو وحن عبيا تلضى آب حق إسكا إمانيس ماشا آب فرديين وفريستو ماشا آب رقو لتشوغين ولتشوغ وان عبيا وكات تقيا وكات تقيا وحن أغوط شعلي يهي مركا آسفرتيد أما قبل آدد أما ميلك لا آدد أو بيلي وحلم إذا أمغنانا يسيد ومركو نفس بقى نفس بقى كسول مركاسو ضريبا تاسنا ونصيب دره سدا سنا المها وأي نقدان قيب كمدة أديق عياه هو يدا وحلا جيابا قبل ده لما شكيسته
وحبرشده كتمادا اما حقي ادا اما شقي ادا وح كدخيو علاقه او اني جوجته غبدو مويانه او بدني ما جرتو غبدو مركا هادين نيمن صاحبهم يددحن اي لا سقطو هويو شيغي ميسو هدوتا وحا لا مقليا عيب دعدي يا فعل حنو دعي يا دباته دعدي او ليهي غبدي ساتن ايا كو دعدي waayo hooyada way ka qarinaysa wax alla waxay wiilasha kale u sheegayaan iyo kuwa telefoonka u soo diraya kulli hooyo way ka qarinay xayir ayada iyo hooyo xiriir badan male laakiin haday hooyo gabadha saaxiib la noqon lahayd oo gabadhu nin walba soo wacay ninka soo lahada ay hooyo u sheegi lahayd oo hooyo ka fiirin lahayd ninkani maxuu yahay mise waa fiican yahay xaaladiisu waa see oo aabuhu sidoo kale u noqon laha oo tashi ay noqon lahayd gurigaas qasab waxa noqon laha in si sax loo wada maamulo oo gabadhuna ay ahaato gabad reportka soo gaarahaya aabiyo hooyo la wadaagta aabuhuna uu noqdo iyo hooyadu kuwa u nasiixeya oo wanaag iyo sharaf waxa weeyaan uga gudba caqabad kasta oo timaada qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan kelimada nasiixada noocaan ah ee awlaada ah waxa weeyaan inay waalidku ogaadaan anna alhidayata biyadillah wa anna allaha yahdi man yasha hidayada iyo hanuunka إلهي سبحانه وتعالى الله يستر. جعنتي سينا كسو غنطة. وحن كأودنا ملاعنا. كليا وحا مهمة مركا إنا أغاتد إنا التهي أرين تاني أرين إلهي هداية إنا وها يستر. عدو دونا إلهي أوهنونيو. عدو دونا أولوميو. أدقى ددال كاس ليرو أبحين يسيدنا إلهي أتكاق أجر حساب ستد. كون الدداشد إنا أدعى يسيد المهاد. وآذن هبارين. نبي عليه الصلاة والسلام وحول لي هاي لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم النفتي إنها هبارننا وأولادي إنها هبارننا ومالكي إنها هبارننا وهوافقننا ساعة إجابة وإلهي أدوي ديستان سيسمو ومركا إلهي دين كوريتش ينسي ومعناها وحوية مراركا غاركو وحا دعيسا آبيالكو لباتضا أي قيب كيه هو يو ينكو لباتضا إلمهاك أي كهيسطا أي قاب قيب كأح ويكو حناقيان حناقا سيوحو كينا هيا إلمه إن لها بارو مراركا غاركو هباركي وحا لغايا با ساعة الإجابة إنو وافقه وحل سمدو فرنتهي ودعاء الله أقبالها ومفتوح أيتهي كلمة دي كاسو بحضي إن لغا أقبله سيدنا إلهي سبحانه وتعالى أغدقه عنق هبارك كل عين نبي مركا وكدق صلى الله عليه وسلم اسك إلى عليا إن هذا هبارتان أولاد ديننا إيا النفتينا إيا مالكينا اسك إلى عليا إن هذا وافقدان ساعة الإجابة الذي كأجيبه ورأت اسك إلى عليا تا عكس جيد وحا للربا إن المهل له دعيه وإلهي الله بريه حتى مركا آد حناقد محا عادك هو كلمات كاسو بها محي ما كان حنا قسنتهي هذين كلمات فحشئه او عيئه اما هبار وانا دقن كنوع عاسا لا ديرتا او لا ديرتا او لا ديرتا او بدلكيده اد يلتا كلمات عاده كو او فيعن اذا تق الله كو هانونيه هدا برتت عربك او برتو او اد كبدشيد لعنتها كوغو دحدو ان كان الله كوغو ريدو مصيبه الله كوغو دحد اد كبدشيد وحا كو غوليسنيسا لسانك انو برتو كلمة فيعن أو دعاء أو مركا حناغرد آتراد المها لو دعيو مركا أن لا يهي انت بدو وحا لغايا وقف كون دعيستو هدو أسوق دعيستان والد كيو دعيو وادع كرتا إنو المها اللو بيقو بضانتا إن بضان قبل أدوكو بهاد إسوي دي ويل كهيبه لو أعرض شيء يقبر دا هذه بلايا دعاء خاص وقود دعيسي أدوكو إلهي أبريا هيا ورويكو قود دمبيسي bal aad ugu naftaa dib u eeg halaga yaba inay isku woo soo marin baba inaad hal maalinna u ducaysay gabadhaada heblaade ah iyo wiilkaaga heblaaye ah ilaahay inuu hanuuniyo oo kuwa baariyin ilaahay ka dhigo oo fasaadka iyo fitnada jirta ilaahay uu ka badbaadiyo waligaa inaad dhin baad dhici kartaa bal u fiirso maxaa yeelay taas waa la halmaansan yahay waxyaalaha qafladda looga sugan yahay kamid tahay soo ma ogi ducadaada iyo baryaha ilmaha ilaahay u baryaysa ilaahay inuu ka aqbalayo mustajaab ay tahay ثلاثة لا ترد نبي قال صلى الله عليه وسلم صدح إله بري لم علي دعوة الوالد لولده با كمل والدك إلمها أدعي يا كمل والدك وإلمها أدعي وحد عريويل با باور لقى الدومي كوما أيوب قال
markii uu koomada ku jiray dhaqaatiirtu waxay yiraahdeen qalabka uun baa iskaga xiran maahane wax rajo u leeyahay bal wax rajo u leeyahay bal inuu ka soo kaco rajo kama qabo hooyadiis baa u timid mushafka quraanka soo qaadatay waa la dul fariisatay isbitaalkii la gashay bil meelahaas wax ku dhow ayay mushafka quraankaana ku akhrinaysay ilaahay u bariis بقلب خاشع حاضر قلب حساب تمها يو حاضرة أو خشوع سن أو تشوغة قلب مغلى مرة قلب تشوغة بإلهي أبريس إلا عليس كيبا هايستا وعنو قيدي كوما دا سو كتشرا قلب كيبا كحرا لغاتير ترتكا ما قبنا يرها بس هو ميرس مالك الدب عادي بونا نقطة إلهي وقع فيه سبحانه وتعالى سدح لما مركب بريو آن العلن دعوة الوالد ولده والد كأدعى إلمهيس نبي قال ما شيء صلى الله هذه أي كدر سنته مرك عام مسافر كتاعي لا مر بدن هذا والدها سفر يسا وحال هاي ستة من لبعض أو إله بريها كعق بلاه والد كوا تهوى كو مد لبعض مسافر بات ودعوة المسافر قف كمسافر كبريه سنو مستجابة سيدا دياردا اوفو شيد بابا اما باورك ارعديد بابا والد سومتيد لبا ارمود با الهي وا كاغا اقبل يا والدنمدا يا مسافرنمدا دعاء قلبي حاضر او دعاء واد كا ادكايسا صلاحودا يا وناا غودا واد ددمينيسا وانا اركايسا وحا مهم ان اد اوغاتيد دقنكي صالحين تا عباد الرحمن وحي كو دعايسن جيرين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين او دعاءن جيرين حاسس كده يدور يدور ده وحيقدوا عين شريه هو إنه هو الكفر حي لهين وكده إنه أي كقوة سدا حي لو واحد وناك قال ما هقال الله تعيش عصمة ربنا سو واحد ربنا معها ما أذاه نوك هاي زتيد سو إلهي وما هيو هبينك أصوكع أنا أوليلك أصوكع هبل هبل أصو عنق جاقوا إلهي أبر سبحانه وتعالى هذو تهريب آدي إلهي إنه بتبادي أصو النبض كوسو عليو هذو ذلك تشوجو وكآخر ربيع إلهي إنه كوه جاتيو هذه تعلين تو كهوسيو إلهي إنه كده جمد وناكسن دين كان أود صار أود عيسد إلهي إنه كدقه بكتاب كيس القرآن كحمبارة وعلم جاء يخير كأي شنع جاء برته وهدوت النقضة ولد باريا أو صالحة أو قرن أي حقوق ده يقول لي هاي وكلمة مهمة إلهي إنه أولادنا إلهي إنه أنهجيو إلهي إنه هنونيو وبارين ونعكس الله إنه كدقه هو حق إلهي كرته يحق مسلمين تقول كل إنت والله إنه كدقه كلمة ده صدحات waa laba kelimo oo ah laba arimood in laga digtoonaado mid kastana waxay u baahan tahay muhaadaro gooni ah midka koowaad waxa weeyaan qofku inuu iska ilaaliyo aklul maal al haram haram inuu cuno asbaabaha awladu u fashilantay kamita u halaagsanto asbaabaha qofka baabiye kamita إلهي وحول لي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لحدينا مالك يا الله باطلها كعنيننا إلهي وحول لي إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا إلهي سبحانه وتعالى مالك وأدو يدان لقي أويا لأنه عيدي سكل الدوان طريق حلاله او كلي ابا الهي اقول يهي ان لو اد وحنا تا او دورتو كلمه ديد اوغه مديغايا waxa weeye intaan joogay dad fara badan oo reer Nairobi ah oo aad u fara badan ayaa kelimadaas dadku inaysan maanta xalaal iyo xaraam kala soo ahayn loo baahan yahay in wax badan laga hadlo igu baraamujiyo وحنا دريميسا حديث كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال ومتك استوحى إلا ذا وحلو فتنة ولقو امتحاني ومضى إذا فتنة ذا دوا مالك حنا دريميسا حديث كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم ليأتين على الناس الزمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أم من حلال أم من حرام حل وحا إيمان دون إلهي بان كل دارتا دادكو أين أو أبيل وحا إيقاضا يانو مالكا ما حلال با ما سوى حرام
أن لو أبي لهم بإيمان دون النبي صلى الله عليه وسلم ما أنت وحى لقي يا با وحى هذه ستيد هذه لابن دجاس الصحة هذا أن بينك شيئين أهل العلم الراسخين تهدأوا للابتيد ما شيء كاس وقلان يا ما شيء إيمان تمريان ستة بقى دو شيئتيد وحاجة وحلال كان نقطة بين جرات القيام لكن غفل بوحقول له اللبنيه إلهي أبو ريا سجع السوق وحالنا هم ركوا حوية مهم وحد أجاتا هذه مالك حاراني أي كشرت وصدا أقوم مدح أتكاتت وآدم كتوبة كيني وطرق الله قطوبة كان آدم مرن وحقت كدي في ساء وعذاب قبر جايات كدي في الدنيا أنت النور شهيب دبعتك على كل من تي آخرنا واقول دمطة صدق هذا أهل مطب ويكد لنا يا وحوي يا مالك وهذو حرام نقضه وحلال نقوم وياي صدق عقوبة يا كدلت عقوبة في الدنيا وعقوبة في القبر وعقوبة في يوم القيامة الدنيا ده نحدي ده عقوبة كدلت عقوبة سوى حين نقطة الدنيا ده أكو أركيسا كو إن مالك أبو خسارة أما الضبق بصده أما الدون اللي دكته أو بابه هادو بابي ويؤو تشوغنا نزع البركة عن إني دعكر طلعكتي واتشوغتا دكامدي ويالان لكن بركة لقسيب أو وحي أي نقضان وحفر بضان لكن أتكباها انتها وأطقوا منتها بيها وحل لعبة إنها راتك اللي هذا أنت عبتدي عبتي أكسي أو منطقة سواء دبعتما على جي أبا وحي رنا هذا هي ستة وحلال آه وأهلك أشوك تيت غني نمو قلب جاء يد الجناش جري جاء يد الجناش أولاد دا هردلو صفي عن أي كاجس وداعس وحلا جي أبا واحد بدننا هي ستة وحرام آه لكن الجناش الآن أي كويس وبركة دي ولا جسيب ولا جقار وحنا نقوم كراتاس أو كلام إني خسارة كاجت ما عدو في أهلك وفي نفسك وفي أولادك نفط هذا لفت جيدا إلهي إنه كوسا لذا عذره عذره لاسنا العقد عن حرام تأكل بحسد شرم الكأوسي سعتيد هندية تركيا آد آدد هبا ودن آد آدد محل آد يسا حنون علوس باي هيا وعفما تبرادين يا بقولال كن أو دولار إن أكو خسرتيد إن النفط هذا كدويس أما حق أولادي أهلك اللي عقله وأذهبين يا مالن بلاد هاي مصيبة هاي سطة هوانتي هوان في عن معها وأفحن طعن لبات إجوا هاي سا إأدير الميسو أولادي إنكار بقى قد عري هبين يا مالن بلاد هاي اللي نعت حارانها قنصي صدق مرك أجو مصيبة عسى الدنيا نحن وكجو وريجي سا هدي مالك على حاراني أي كشرت يمحق الله الربا ويربي الصدقات حلاقي يا واقف كون عمره ذا آدو حد كنا آدو وصل مرنا بك باقا صلاتنا صفقه رأو كتشره لكن إنه أبيلين حق مالك مرك يتهاي وحويان إنه صحر يا مويانه وصل إسكهب صن روح محيطه وسوء أبيل لكن عمرك استوى آدي يا أتاجي ونصيب در آدي يا أدرون وحديه شري أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنا ندع 9 أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام حلاش لفت جدا بتوان مرك الله قيبي السجال كم إذا أنك تجي ترنوي عبسي أنك عبسنا إنه إن الحرام كدعنا وصار الصحابة وهاي حلاش لفت جدا أي سيك القاندين ترين وقيبة كم إذا كتجي ترين وكأرنا يا ابن المبارك رحمه الله لأن أرد درهما واحدا من شبهة أحب إلي من أن أتصدق 100,000 هل درهم أو شبهة أو حلال لمت كيس الشك إجاك علي إن أسكت دايو وحن كتش على هاي بقول كل الناس صدق يستو حيا بقول كل الناس صدق يستو واجب كومها لكن شبهة ذاك التجديد اللي هو مطلوب وحلا جربوا مرك إن أنت أسكت دايو صدق هذا فرح بضم بابا عن وح شبهة ذا أسكت عليه بنكتش على بقول حج إن أدت يبقول عبر إن أدت
وحكاها خير بدن أضو مالك على شبه هاي كشرت أنت أكادي سيد عمره يمكن يحد كأنت أكادي سيد مالك على دمنا وقت